عن توقيت الاهداف مع كابتننا كابتن زكريا نصف وكابتن خالد بيبو، لكنه مش بس التوقيت بتاع الاهداف اللي سجلها علي معلول في الدقيقه 2 ووليد ازارو في الدقيقه 22 والدقيقه 39 والدقيقه 48 والهدف اللي سجله وليد سليمان، يمكن احنا وقفنا عند الهدف الخامس ده هدف عفاريتي خالص على الاخر يعني، ده هدف عفاريتي. خلينا نتكلم كفنيين، ده هدف عفاريتي ولا مش عفاريتي؟ رد يا كابتن بيبو. كفنيين؟ عفاريتي ولا مش عفاريتي؟ طبعا عفاريتي طبعا. طيب يبقى رامي ربيعه سجل في الدقيقه 69، دول الخمس اهداف اللي الست اهداف اللي سجلهم النادي الاهلي. رامي البدوي سجل في الدقيقه 51، قبل مسكني سجل في الدقيقه 90، ويمكن الكابتن حسام بدر اتكلم في المداخله عن